سلام القدس عليكم أحبائي وأعزائي متابعي برنامج الموقف اليوم مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة اليوم 30 من آذار من العام 2020. عنوان حلقة اليوم: الانسحاب الأمريكي والغربي من العراق. سادت في الفترة الماضية وخلال يعني 20 يوم أو الشهر الأخير كثير من الفرضيات والاحتمالات والتحليلات التي تتحدث عن ضربة أمريكية قادمة وضربة ساحقة، وتحدث البنتاغون عن أنه أعطى الأوامر لقواته بعدم التوقف عن خطط العمليات التي كانت مقررة، وتحدث كثيرون في الحقيقة عن اختيار رئيس الحكومة المسمى الجديد من قبل رئيس الجمهورية بصفته تعبيرا عن تحول يراد من خلاله تغطية العمليات العسكرية الأمريكية ومنحها قدرا من الشرعية العراقية، بمعنى أن المشهد في العراق جرى تصويره وكأنه ذاهب إلى احتدام الاشتباك والمواجهة، وأن الأمريكي لديه قرار بالتصعيد وبالمواجهة وخوض المعركة في وجه قوى المقاومة. ما أريد قوله في هذا التقدير للموقف أن الأمور تسير باتجاه معاكس تماما، وأن الأمريكي لا يملك القدرة أصلا على الذهاب إلى التصعيد. وسأورد مجموعة من الدلائل والعناصر التي تجعل هذا التقدير بالنسبة لي هو الراجح، بل ربما شبه الأكيد. العامل الأول هو أن الأمريكي يعرف بأن التصعيد في العراق لن يفعل شيئا سوى أن يجعل العراق شبيها بأفغانستان. الشريحة التي يمكن أن يستند إليها في مناطق الاشتباك العراقية لا تمثل إمكانية عملية أكبر من السلطة التي شكلها في أفغانستان، وهو خاض المعركة في أفغانستان، وهو يملك 21 ألف جندي هناك، ويملك قواعد عسكرية مجهزة بكل أنواع الأسلحة المطلوبة، وكان شرسا ومتوحشا و ذاهبا حتى النهاية في المواجهة العسكرية، لكنه في النهاية وجد نفسه عندما اكتملت عناصر القوة الأفغانية بالموقف الإيراني الداعم للمواجهة تحت عنوان أولوية إخراج الأمريكيين، وجد أن الخيار إما مواجهة مفتوحة سيكون مضطرا معها لخوض الحرب مع إيران كي ينجح بنتائجها، وإما أن يأخذ قراره من الآن بدلا من الدخول في حرب استنزاف ستحمل له كل يوم 20 و30 جثة. وهذا معنى اللي عم نقول سلام القدس عليكم، يا بيروحوا أفقي بالتوابيت يا بيروحوا عمودي على جريهم. فقرر الأمريكي الخروج العمودي لأنه لا يريد أن يتحمل ولا يستطيع أن يتحمل تبعات هذا الخروج الأفقي، يعني التابوتي. المعركة بأفغانستان أهون من المعركة في العراق. أولا في العراق قدرات قوى المقاومة أعلى من قدرات طالبان، يعني تجهيزها، صواريخها، إمكاناتها، تمرسها حتى القتالي في الحرب مع داعش، البيئة الشعبية الحاضنة لها، وبالتالي الرهان على أنه في العراق الظرف مختلف، يعني في مثل بيقولوا موني على الوقائع والحقيقة بطريقة معاكسة لما تقوله الأحداث. أنه رسمالها بيقدر يقعد بالمناطق الكردية، لكن إذا استعمل المناطق الكردية من أجل قصف وضرب وقتل في المناطق الأخرى فهذا سيعرض الأكراد أنفسهم ليصبحوا شركاء في معركة هم لا يريدون أن يكونوا شركاء فيها. يعني هم مع الأمريكي لكنهم ليسوا على استعداد للدخول في حرب مع القوى الأخرى، وهو يوم اللي كان مطروح الانفصال ويوم اللي عملوا الاستفتاء تخلى عنهم وباعهم، وتجربتهم مع الأمريكي وتجربة أكراد سوريا مع الأمريكي تؤكد بأنه لا يمكن أن يؤتمن إذا خيضت، ما عم بحكي هون وطنيات ودعموا المصلحة، إذا خاضوا المعركة مع الأمريكيين ما بيعرفوا أنه أمتى الأمريكي بيعمل تسوية مضمونها الانسحاب وبيقول لهم دبروا راسكم. بالتالي وصدرت على كل حال مواقف كردية تقول بأنه نحن غير مستعدين، والدليل أنه الآن يسحبون القاعدة من كركوك، يعني اللي يفترض أنه إذا مقرر يبقى بالمناطق الكردية أنه على الأقل يضمن كركوك بأن يبقي فيها قاعدة عسكرية ويقول ستضمون كركوك نهائيا إلى المناطق الكردية. هذا المؤشر الأول هو ما جرى في أفغانستان. المؤشر الثاني هو أن الأمريكي عندما يقال بأن رئيس الحكومة المكلف
عدنان الزرفي هو من الكنف الأمريكي، وهذا واضح ويبدو يعني غالبا أنه صحيح. طيب هذا اليوم عم بيزايد بمواقفه على قوى المقاومة، بيطلع بيان بيقول الحشد الشعبي لا يمكن أن نقبل بالمساس به، هو قوة وطنية ودستورية، وهو قوة محمية بالقانون، وهو قوة غير قابلة، لعبت دورا تاريخيا في حماية العراق وفي إسقاط الإرهاب. يعني هاي المغازلة للحشد الشعبي بوقت الأمريكي مشروعه كان حل الحشد الشعبي معلن، مش أنه كلام تحت الطاولة. مبارح بيطلع بيحكي بأنه يطالب برفع العقوبات الأمريكية عن إيران. يعني هذا الكلام ما بيقول شيء تاني غير أن المعطيات المتوافرة لدى الذين يدورون في الفلك الأمريكي أنه دبروا رأسكم مع القوى التي ستبقى بعد الانسحاب الأمريكي. يعني روحوا ضبطوا أموركم مع إيران، ضبطوا أموركم مع الحشد الشعبي، واللي بده يبقى بالعراق لازم يكون مبني بحساباته على المعطيات العراقية، مش على الموقف مش العقائدي، يعني على الولاء والمصلحة الأصلية، الارتباط بجهة معينة. الارتباط بالأمريكي لم يعد مفيدا في العراق الآن، هاي هي الخلاصة. الأمر الثالث أنه بدأ الأمريكيون، وهذه إشارة ذات قيمة ومهمة، يعلنون عن الإصابات في المارينز، طبعا مش بالعراق لكن بأماكن أخرى، ويقولوا أنه الجيوش يجب أن تعود. هلأ بيطلع ترامب أنه الموضوع ما له علاقة بالعراق، والموضوع ما له علاقة بالمنطقة، والموضوع ما له علاقة بالمواجهة مع قوى المقاومة ولا بالاشتباك مع إيران. أنه هلأ بقلب حملة الكورونا بدنا نرجع أولادنا عبيوتهم، هلأ بدنا نحفظهم، ما فينا نغامر فيهم ونحطهم بمناطق قد يكونون فيها عرضة لتفشي الفيروس وللإصابة به. وبالتالي هذا التأشير مع إعلان فرنسي عن سحب القوات، مع إعلان أمريكي عن تفكيك 4 قواعد حتى الآن، كله يقول إن الأمريكي يريد في ظلال الكورونا وبالتدريج وبدون إثارة ضوضاء وضجيج الانكفاء العسكري، فكفكة الوجود العسكري. ولما بقول بالعراق يعني بالعراق وبسوريا، وهذا لا يمنع بأن يقوم ببعض الضربات الإعلامية يعني التي لا تستدرج ردودا قاسية ومؤلمة، يعني أنه بعض الضربات التأشيرية اللي بيقول فيها بيان بس ما بيكون راح فيها خسائر، ما بيكون فيها أذى، ما بيكون فيها نتائج ذات قيمة عسكرية أو بشرية، فقط لحفظ ماء الوجه ليطلع بيان أنه البنتاغون بعده عم بترجم قراراته، لكن تحت الطاولة الرسائل شغالة والإيحاءات يعني لا تتوقف حول أننا لا نريد معركة ولا نريد مواجهة. وبالمقابل قوى المقاومة الآن في المناخ اللي في العراق، في المناخ اللي في المنطقة، أكيد هي مش عم تبحث عن حرب، أكيد هي تفضل منح الفرص للوصول إلى تحقيق الأهداف لعنوانها الانسحاب الأمريكي من دون أكلاف، من دون توريط بلدها في معركة في ظروف قاسية. الآن الكورونا هو الأولوية كما سبق وتحدثنا يعني في الحلقة الأخيرة من 60 دقيقة، أن المناخ الجديد في العالم ليس مناخ المواجهات، ليس مناخ الحروب، ليست هناك قوة سياسية تستطيع أن تقنع شعبها الآن. يعني السعوديين إجوا عملوا عمليات مؤذية في حاولوا يستنهضوا جماعتهم بمأرب وبالجوف، لأنه لقوها عم تتساقط بيد أنصار الله، فقاموا ببعض الضربات المؤلمة على المدنيين، رد أنصار الله بقصف للعمق السعودي قايم الأيام بالسعودية الآن، رغم الادعاءات الكاذبة بأنه تم إسقاط الصواريخ. طيب مين له مصلحة اليوم؟ أنا هون ما عم بحكي بمنطق يعني عدائي حتى على السعودية وغير السعوديين. فكروا فكروا، الآن المرحلة هي مرحلة التأمل والتفكير بجدوى الاستنزاف وخسارة الأرواح وخسارة الأموال، لأنكم ستحتاجون هذه الأرواح وهذه الأموال في مواجهات أخرى. العالم كله عم بيواجه وحش مجهول وغامض، وبالتالي ما في وقت للمرجلة وللادعاءات الفارغة والبطولات الكاذبة. الآن من يستفز أكيد سوف يدفع ثمنا مكلفا وباهظا، هذا بصحب حال الأمريكيين في العراق وبصحب حال السعوديين في اليمن. هلا هنحكي عن اليمن بحلقة خاصة طبعا، لكن يعني كما تحدثنا في المرة الماضية عن اليمن سنفرد له في وقت لاحق حلقة خاصة. لكن الآن بالنسبة للعراق أريد أن أختم وأقول، الآن في العراق نحن أمام استعصاء حكومي، مهم جدا إعادة
النشاط لحكومة الرئيس عادل عبد المهدي، لأنه ما بينترك العراق بفراغ في هذا الظرف القاسي مع الكورونا وسواها. وأنا حسنا يعني أقوله يستحق التحية، لأنه رأيته يعيد استئناف نشاطه بإدارة هذه المعركة، وأقول أنه هذا سيصيغ معادلة العراق القادم. سيستسلم الكثيرون لمعادلة أن الحقائق والوقائع العراقية لم يعد الأمريكي فيها قادرا على خوض المواجهة، وعلى اعتبار وجوده العسكري عنصرا حاسما في تشكيل المشهد العراقي، وبالتالي على القوى العراقية أن تأخذ بحسابها هذا العامل وتبني عليه، وعلى القوى التي تريد أن تبقي يعني قدرا من المسافة عن قوى المقاومة وإيران أن تغير خطابها على الأقل، ما عاد فيها تتعامل باللغة العدائية واللغة التهجمية، لأنه البلد رايح على محل في توازنات من نوع آخر. وبالتأكيد أيضا في مصلحة عراقية الآن، يعني خلينا نحكي الأمور كمان بروح المسؤولية على قوى المقاومة وعلى القوى الأخرى، الترفع عن القضايا الخلافية اللي قائمة على محاصصة من هنا وعلى حسابات حكومية من هناك، لأن العراق كله مثل ما المنطقة كلها مثل ما كل دولة تشعر بأنها مهددة بوجودها بناسها بأمنها باستقرارها بظل هذا الخطر الذي يعني يتهدد الجميع. بالتالي في فرصة الآن في العراق مع تراجع الحضور الأمريكي، مع الضغط الذي يمثله الكورونا، مع تراجع الاستخدام المسيء للحراك الشعبي بتوظيفه باتجاهات عدائية لقوى المقاومة، في فرصة الآن لصياغة موقف وطني عراقي موحد. طبعا إيران ما عندها يعني مشروع ومصلحة بأن هي تجتعد في العراق، ما تريده إيران وما ستساعد فيه إيران خلافا لكل الادعاءات الكاذبة التي يقولها الذين يريدون تشويه صورة الموقف الإيراني، على الأقل الآن واضح أن الموقف الإيراني يرغب عراقا آمنا مستقرا، عراقا موحدا، وبذات الوقت عراق نعم جزء من محور المقاومة، عراق خالي من الوجود الأمريكي، وبالتالي في فرصة للعراقيين الآن أن يقرأوا هذا، وتحت هذا السقف أن يخوضوا تعاونهم السياسي والحكومي. طبعا لا ما في وقت حكي عن انتخابات، هذا بده ينشال عن جدول الأعمال يعني لأشهر، ما حدا بيعرف يعني كل الكلام الآن أنه حتى لنهاية العام ما في إمكانية للتنبؤ بالسيطرة على فيروس كورونا في العالم، والمنطقة هي جزء من هذا العالم، وبالتالي ضبضبة البيت ولملمة الجراحات والتصرف بحدود المتاح والمتوفر لمواجهة المشكلات. العراق الآن أمام نقطة تحول، هذه فرصة للقوى الوطنية العراقية، فرصة لقوى المقاومة، فرصة للعقلانية العراقية. وأنا طبعا يعني مني مطلع على كل تفاصيل الأسماء والترشيحات، لكن أنا أميل يعني إلى الاعتقاد إلى القول إلى الترشيح أن الدكتور عادل عبد المهدي ربما تشكل عودة حكومته الآن بتفعيلها وإعادة ضخ الحياة فيها للخروج من حالة تصريف الأعمال، لتعود حكومة حقيقية فاعلة وتعيد هي إدارة الأمور العراقية في مرحلة انتقالية ريثما يتم الخروج من الكورونا، ويكون الأمريكي قد خرج بهدوء وبسلاسة وبدون الضجيج الذي يريد التهرب من أداء كلفته. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.